السلام عليكم خاوتي ان شاء الله تكونوا ملاح اليوم نرجع على بعض التعليقات في الفيديو السابق هذا اللي راه يبان امامكم تكلمنا على القضيه اللي اثارت جدل في الجزائر تاع تعيين مستر ابي انا بكل موضوعيه حاولت نعطي رايي بلا ما نقيسوا مثلا حتى واحد ولكن ولكن في التعليقات شفت كميه كبيره من الدراما وكميه كبيره من المغالطه درك نحاولوا يعني نرجع عليهم وحده بوحده والهدف نتاعي من هذا الفيديو كيما العاده انا ما نحاولش نشخص بزاف ولكن ولكن القضيه هذه مثلا تاع مستر ابي راح نديها كمثال باش نشخصوا واش هي اهم المشاكل تاع الاقتصاد الجزائري من 62 لحد الان لانه كان بعض الاشخاص قال لك لا لا وهذه القضيه مثلا نيفو طايح ونورمال ما تكلموش عليها كذا لا لا قضية تاع التوظيف في الجزائر من أهم القضايا اللي يلزم نناقشوها علاش؟ لأنه انت إذا ما حطيتش الرجل المناسب في المكان المناسب، أكيد الاقتصاد نتاعك يعني راح يتخسر. صح، واش هي أهم التعليقات مثلا اللي شفتها؟ سواء عندي مثلا في القناة في التعليقات ولا ايضا راني نشوفها بزاف في الفيسبوك واليوتيوب انا نحب نقرأ بزاف التعليقات باش نفهم التوجه تاع الناس ولا الاراء انت من راهي رايحة الحاجة اللي راني نشوف فيها ركزوا عليها الاشخاص يقول لك مثلا هذا مستر ابي ظلمتوه علاش لانه هو قدم للجزائر وراه يضحي ومثلا كاين ناس كانوا مظلومين رجع لهم حقهم كاين بعض المصانع كانوا مغلوقين هو فتحهم نتيجة العمل نتاعو كاين بزاف كلام يعني من هذا النوع حتى الردود نتاعو يعني مؤخرا غير زاد دار فيديو يعني الملخص تاع الفيديو هذاك اللي لربما في 14 دقيقه ولا انه كاين مؤامره كونيه عليه هو خدم الزائر والناس نكرت الخير نتاعو ودفعت زيرة ضد المروك ودفعت زيرة ضد بزاف ناس وقال كأنه كأنه في شريحة كبيرة من الجزائريين وركز قال خاصة اللي داير روحهم مثقفين وكذا نكروا الخير نتاعي وضربوني في الظهر وكذا هذه هي القضية اللي نحاول نرجع عليها كما قلنا انا ما نركزش عليه ندير لكم اسقاط حتى نوصلوا نرجعوا عفوا بالتاريخ 62 واروح هنايا ونحكي لكم مثلا واحد القضية صرات ولا حادثة صرات مع الرئيس هواري بومدين باش تفهموا العمق تاع المشاكل ولا العمق تاع التفكير للفرد الجزائري مهما يكون سواء يكون مواطن يكون صحافي يكون مسؤول يكون موظف عندنا واحد العقلية احنا كجزائريين خلاتنا ندخلو ولا الفساد في الجزائري واللي كرياضة وطنيا الناس كامل يعني فاسدين واللي ماهوش فاسد لانه ماقدرش يفسد هذا ما كان صح تقول لي واش علاقه هذا مثلا ولا هذه الحادثه هذه بالكلام هذا اللي راك تقول لنا ليه كان 62 ولا رانا نعانيو في مشاكل مثلا مثلا نبداو بهذا مستر ابي كيما قلنا ونعاودو نرجعو بالتاريخ اللورجويه دوك مستر ابي هاو عنده خدمه يخدمها في الموقع أنت يعني. كان صحافي معليش حقيقه قدر يوصل صوت تاع الناس مظلومين مثلا وتنقل لمختلف مناطق الجزائر ما في الرقم شي قالوا وليد العاصمه مثلا راه يروح العاصمه ولا قال عنده ولايه وحده يركز عليها ولا كاش منطقه باش تقول الناس هي به ولا عنده غار ولا لا لا وين الناس تعيط له راه يروح وين كاين المشاكل هذا عنده زين غلقوه له يروح ليه هذا ظلموه مش يعني عارف ما طولوش سكناك كي شفنا مثلا قال تحتي بازاري يبولهم السكنات ولا راح ليهم سيادة السيد ينشط انا حقيقه ما نشوفش كامل الخرجات نتاعو ولكن ينشط صح هذه حاجه مليحه واذا خدمتها لوجه ربي راح تؤجر عليها اذا عاونت الناس زواو ولا الناس فقراء تؤجر عليها اذا خدمت بالموقع نتاعك الاقتصاد الوطني اذا كنت انت سبب في فتح اي مصنع مغلق راح تؤجر عليه وتؤجر على الناس هذوك ولكن ولكن لازم تعرف باللي انت ربي سبحانه سخر لك هذه الوظيفه باش تدي اجر اجر يعني عند ربي سبحانه باش تدي اجره باش تدي انت هذه الخدمه نتاعك تاع ربي سبحانه كيما يقول لك قدر لك باش ت... تدي الخبزه نتاعك بهذا لو كان متعاونش الناس كان متعاونش الناس راح تريح في الدار ما راحش تلقى خدمه لانه انت هذه هي الوظيفه نتاعك تم درتش بليزير مثلا في كامل الجزائريين ولا في الجزائر ولا لانه الطريقه تاع الكلام اللي رانا نسمعوها من بعض الناس اللي رامي دافع عليه ولا هو نقول كانه واحد مش عارف انا جاب الاستقلال ولا لا لا هذه هي الوظيفه نتاعك كيما كل واحد خدمتو الوزير لازم يخدم خدمتو ولا موظف يخدم خدمته والاستاذ يخدم خدمته كل واحد يخدم خدمته وراه يدي عليها اجره يدي اجره واذا خدمها بتفاني يدي اجر ولكن ماهوش داير بليزير في الشعب ولا راهو داير بليزير مثلا في الجزائر هذه لانه كل واحد تسمع له في بلادنا تحسوا باللي هاو داير بليزير مثلا في الشعب لا لا هذه اللغه هذه ما تسمحهاش عند المواطنين ولا عند المسؤولين تاع الدول المتطوره الناس كاملة عندها نكران اللي يخدم ويقدم وكذا ما يجيش يقول لك انا درت بليزير في الجزائر وكذا لو انا مثلا درت بعض الفيديوهات في القناه رجعنا على بعض المغالطات ولا درنا فيديوهات على المروك غدو ان شاء الله ندير غلطه ولا نحب ندي منصب ماهوش تاعي ولا نفسد نسرق ولا كاش ما يصرى لي نجي نقول لا انا دفعت على البلاد ودافعت على الجزائريين انت واش انا مانيش ندافع على البلاد اندفع على روحي كفرد جزائري هذا ما كان مشي عندك من على البلاد هذه ولا على الشعب هذا راك تخدم في خدمتك هذا ما كان ورا عندك المقابل عليها إذا كنت انا عائله فيها عشرة افراد يجي واحد يحب يتعدى عليكم ولا يسبكم ولا انت تدافع على داركم راك تدافع على روحك راك تدافع على داركم ماكش دير مزيه في, كلها في باباك ولا في خوك ولا في خاوتك ولا كل يوم تبقى تمنى عليهم تقول لهم واحد النهار هضروا عليكم ولا جاوا جماعة يضربوا وانا حاميت عليكم لانه هذيك هي خدمتك هذه هي المجتمع رانا في مجتمع معقد هذه هي الناس اللي ما حبش تفهمها اللي تروح ليه يقول لك انا خدمتي هي مخيرة كاش خدمه مخيره رانا في مجتمع معقد يغيب الطبيب بسمانه بلاد تروح يغيب الاستاذ مش عارف مده معينه كنت تتفاوت كاين ما المكان تاعو حساس يبان بالخف وكاين لا لا لي يرفد الزبل حاشاكم سمعنا ما يرفض الزبل البلاد في في سمعنا ولا 15 يوم تولي غير صالحه اللي العيش ولا اللي يطلق الكلمة ولا, ولا أي واحد يعني في, الوقت اللي رانا فيه اللي يبيع الخضرة ولا أي واحد مهما تكون مثلا ما راكش حاط عليه البال ولا تشوف باللي الخدمة نتاعو بسيطة إذا غاب يعني راح يتأثر المجتمع وعليه أنت كصحفي ولا كمسؤول ولا شي حاجة كبيرة قال رانا راني نقدم للجزائر ولا صح تقول لي هذه وش علاقتها مثلا بالتاريخ وعلاش قلت لنا هذه من اهم اسباب تاع مشاكل الجزائر دونك نحكي لكم حادثه مثلا صارت في وقت واري بومدين تشوفوا عمق تاع المشاكل والتفكير تاع الفرد الجزائري ونعاودوا نركزوا خاصه على بعض الناس مثلا قال اللي عندهم مناصب ولا ولا كامل كامل في الجزائر حتى يكون موظف بسيط ولا رانا نشوفوا هذا مجرد صحفي وكذا شوف كيفاش راه يهضر خطرة شفت حوار مع سيد بورقعة الله يرحمه بورقعة نظن ان كامل تعرفوه يعني مجاهد كبير وذا يا واش رايك في بومدين ومعروف بلي بورقعة عنده الله يرحمه عنده خلاف كبير ولا عميق مع بومدين لانه هو كان في الافافاس ودخلوا الحبس وكذا يعني متفاهموش ميم عندهم خلاف حقيقة شكروا في بزاف مواقف قالهم انا بومدين نعرفوا بلي راجل وكذا خاصة في الوقت اللي رانا فيه قال لهم رانا محتاجين واحد كيما هو الصحفي سقساه قال له وش هي الحاجة اللي ما عجبتكش في بومدين مثلا أثرت فيك بزاف ولا اللي اللي ما عجبتكش ولا كرهته عليها يعني بورك عا خمم هكذا ديجا ما خممش مباشرة تكلم فيها لأنه أه كان المقبل ربما داير الحساب قالوا الحاجة اللي ما عجبتنيش في بومدين هذا يعني بو الله يرحمه يحكي قالوا الحاجة اللي ما عجبتنيش في في بومدين قالوا انه خطرات جاو زوج مجاهدين من ولاية الله اعلم معسكر راه عندي بزاف ملي شفت هذا الفيديو نسيت ولكن الله اعلم من ولاية تاع معسكر ليسونسيال ولاية شوية بعيدة جاو ليه استقبلهم اكيد مادام استقبلهم لربما كانوا مجاهدين شوية معروفين قال بون عطينا رانا محتاجين خدمة احنا كنا نجهدو ذا رانا بلا خدمة قال لهم نعطيكم قهوة كما هو معروف انو المجاهدين بعد الاستقلال طاولهم قهوة طاكسيور ليسونسيال بعض الاعمال كانت مخصصة حكرا ولا ماشي حكرا ولكن طاوها بزاف يعني المجاهدين طاولهم قهوه ولكن هما حبوا يا اما يخدموا في وظيفه يعني في العاصمه ولا على الاقل يعطي قهوه في العاصمه هو قال لهم لا لا قال لهم روحوا دو نعطيكم قهوه ولكن في الولايه نتاعكم روحوا تخدموا في الولايه نتاعكم بورقعة من وجهه النظر نتاعو علاش ما عجباتوش هذه الفكره هذه الفكره هو ما عجباتوش لانه شاف احتقار للمجاهدين كيفاش انا مجاهد وخدم وكدايا ودافع البلاد وبعد بعد نتايا تعطي له قهوه وزيد تقول له روح روح لولايتك على الاقل كنت تعطيها له هنايا لانه اذا عطيتها له قال في العاصمه وكذا تما راح يكون المدخول تاعها مليح وراح تكون لا ربما يكون عنده معارف يقدر يتواصل مع المجاهدين اللي راهم في السلطه وكذا تما من هذا الكوتي بورقعة معروف حتى أنه مجاهد كبير كذا ولكن المستوى تاع التفكير نتاعو ولا المستوى التعليمي نتاعو ماهوش طالع بزاف هو مناضل في الافافس ولكن معروف باللي ماهوش يعني مفكر ولا يعني كان من اللي بالافكار ولكن كان شاد سلاح انا هذه هذه الحادثه هذه اللي حكاها بورقعة العكس زادت كبرت بومدين في عيني وفهمت واش هي النظره نتاعو على حسب على حسب رايي ما راهوش يعني بومدين هو اللي شرحها ولا اعطى الافكار هذه ولكن الناس استنتجتها بومدين علاش دار هذا الشيء لانه احنا بعد الاستقلال كانوا كاين بزاف مجاهدين وابناء المجاهدين هذوك الناس اللي حقيقه ضحاو على جلب البلاد ولكن كي هبطوا حبوا كامل يشدوا مسؤوليه ولا يلزم كامل يدوا المقابل هي حقيقه انت تجاهد على جلب بلادك وتدي الاستقلال مليح يكون عندك المقابل ولكن المقابل في المكان انت اللي تقدر له مش المكان اللي انت تحبه وكاين فرق كبير فرق كبير عفوا بين آه بين عمليه يعني مقاومه وتحرر بلادك وبين انت تقود مثلا ولا تسير مؤسسه ولا تسير تجاره ولكن فرق كبير كاين الناس يعرف عنده كوراج عنده قوه عنده خفه عنده ذكاء في الحرب ولكن ما عندوش التسيير هذا هو الشيء كان من بين اهم الاسباب اللي خلات الجزائر ما تقدمتش علاش لانه كانت كاينه شرعيه ثوريه ومعيار تاع الكفاءه راح لا لا هناك يلزم خدمنا كنا في الجبل لكذايا يلزم كنا هابطو كامل نشدو المسؤوليات وهذا هو الشيء نشوفه اللي خلا كان كاين صراع كبير بين المجاهدين وخاصة كاين بزاف كان عندهم مثلا صراع مع هواري بومدير لأنه هما كانوا رافضين بعض السياسات نتاعو تأنو أيا خلاص دروك احنا كملنا الثورة دروك نروحو للثورة الزراعية كم نولو فلاحين هو لا لا أنا ما نوليش فلاح أنا كنت البارح شد آه الكلاش وكانت في القيادة وذا ما نعاودش نولي نحطها ونشد الفاس ولا نشد القادومة ولا نشد منش عارف انا آه المنجل هذاك الوقت ولا لا, لا هذه كانت من اهم اسباب تاع المشاكل آه عفوا هذه من اهم اسباب مشاكل تاع الجزائر صح هذا كان عاود نزيد ونتقدم بالوقت الوقت اللي رانا فيه كيف كيف تروح تحضر مع مسؤول ولا شفنا مثلا داروا حوار مع ويحيى وكذا حتى يغيظك يقول لهم مديت كامل حياتي للجزائر تهضر مع اي مسؤول في الجزائر ولا واحد عنده وظيفه ولا صحافي ولا يقول لك انا مديت حياتي للجزائر هو هذيك تحكم كلمه مديت حياتي للجزائر عندها خلفيات تما عندي لي زافونتاج واحد اخرين يلزم نديهم خلاف الاجر نتاعي باش تكون كمبرر هذه هي الفكره اللي فزت الجزائر نفس العقليه تاع هذا مستر آبيت ما أنا خدمت الجزائر ودرت سا... دافعت على بزاف جزائريين وساهمت و... في فتح بعض المصانع اللي كانت مغلقه وما لا ان شاء الله انا اذا ديت منصب وشاع لي هاد المنصب انا ما عنديش مستوى باش نديه والعربة ما عديتو بطرق العرب ما تبنميش قانونية وما لازم تسكتو تلازم لازم ما تحترش كان انت خيرك خيرك سبق وانت خيرك يا فايت يا خلاص روح هذه هي العقلية اللي فسدت الجزائر ما راناش غير على هذا ولا انا انا مانيش نستثني فيه هو راه وليد الشعب الجزائري حنا رانحاولو نحاولوا نعطيو تشخيص موظف موظف جزائري يخدم مدة ثلاثين ولا خمسة وثلاثين سنة ولا ربعين سنة أنا ملاحظها في بزاف موظفين كي تجي خارج العام الأخر هذاك تلفلو علاش تلفلو منش عارف هو هو حسب اللي يلزم يلزم يدير حاجة يقولك أنا ما درت والو إذا كان ما دخلش وليدو وإذا كان مش عارف واش راح تدي نتايا نتا مدة ثلاثين سنة وانت تخدم حقيقة مدة ثلاثين سنة وانت تخدم ولكن درت الدار وكلت ولادك وكبرتهم ولا ربما درت سيارة هذيك هي هو المقابل نتاعك واش راك حاب مقابل مثلا واحد اخر واش راك حاب مقابل تدي المؤسسة معاك تخلي العائلة نتاعك ثم عندنا كامل هكذا نخدمو في 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 مؤسسة ولا دير حاجة صغيرة للبلاد وكدايا يخرج يقول لك انا مديت حياتي فنيت حياتي مع المؤسسة هذه عندي خير على الشعب هذا كان حتى واحد عنده خير على الجزائر ولا عنده خير على الشعب الجزائري صح تقدر تهضر بهذه اللغة ناس ناس كما يقول لك ينحسبوا على على الأيدي مثلا ولا عارف أنا أربعة خمسة عشر أشخاص في كل بلاد مثلا واحد فجر ثورة فجر ثورة يقول لك أنا كنت سبب في تفجير ثورة ويقدر يكون خسر العائله نتاعو لربما ربما كانوا عنده اموال خسرهم لربما ربما مش عارف انا قال انايا يو... كان عندي فضل باش يكون منعرج في البلاد هذه الناس اللي فجروا الثوره عندهم الحق باش يقولوا هذاك هذا شيء مثلا انت في الجزائر قدرت مش عارف انا تختار حكي حاجه كش سلاح كش حاجه غير المسار تاع الجزائر ولا المستقبل تاع الاجيال حقيقه تقدر تعتر هذا الكلام قال انا ضحيت بشباب نتاعي ولا كان عندي خير على هذا الشعب كذا يا عارف انا درت مصنع كبير غير الوجه تاع الجزائر فيه صادرات تاع 20 ولا 30 مليار دولار ولا درت شركه وصلت للعالميه كي يهضروا معاك الناس وتهضر بهذه الثقه ولا معليش قال انا هذا السيد على الاقل خدم 400 الف جزائري ولا 500 الف وطلع على الاقتصاد وبدل الصوره نتاعها ولكن انت انت ما كدير حتى حاجه عادي جدا يعني واش غيرت البقاء نتاعك ولا يعني الذهاب نتاعك من الجزائر واش راح يزيد ولا واش راح ينقص ما تكلموا على مستر ابي يعني نتكلموا على كامل الناس دي فوا تسمع المسؤول كبير طول حياته هو متشبث بالمسؤوليه يحضر معاه تقول انت يا سيدي هذا يغيض يقول لهم فنيت حياتي وديتها كامل للجزائر يروح يا خويا اذا اذا انت حسب اللي مظلوم وفاني حياتك كنت كي تكون صغير ما تدخلش المسؤوليه ولا ديميسيوني كاين ألف واحد يتمنى باش يكون في بلاستيك يا خويا خلينا نفنو حياتنا حنا ثاني ونجو نفنو حياتنا بنفس الطريقة بنفس الأجر بنفس الامتيازات بنفس السلطة بنفس الكوستيم بنفس كلش هذه هي من أهم من وجهة نظر من أهم المشاكل تاع الجزائر اللي خلاتنا أنه يعني ينتشر الفساد بزاف علاش لأنه كل واحد يدير المبرر الروح الاجر هذاك اللي روي يدي فيه مقابل الخدمات نتاعو يقنع روحو بلي ما يكفيش لانه هو الخدمه نتاعو ماهوش يدي حقه ولا يعني نبيله بزاف وعنده خير على الغاشي يلزم يشوف هاك وهاك يدي دراه علاش لانه حنا ما عندناش نكران الذات وهذه الافكار هذه ما نشوفوهاش في الدول الغربيه ولا أه راح شوف راه ما خمس رؤساء ولا تاع الماريكان حيين نشوفهم يحاضروا في يحاضروا في في المؤسسات التعليميه في القنوات يشاركوا كتبوا مذكرات تقدا تلقاه يتكلم على السياسه يتكلم على كلش ولكن ما يتكلمش على اساس انه حاجه كبيره ولا شفنا بعض مش عارف انا في اي بلاص تشوف مسؤولين سابقين ولا مواطنين ولا صحافيين ما يتكلمش على روحه احنا في الجزائر اللي تعطيلو الميكروفون اللي تعطيلو الكلام سورتو في الوقت اللي رانا فيه تما ما مضطرش باش تنتقل ولا تنقل قناة لأي واحد ولا أي واحد رخا وقادر تليفون ودير فيديو وكذا. اللي تهدر معاه تقول بلي هو اللي داير الخير في الشعب هذا كامل انا مديت للجزائر انا مديت للجزائر انا مديت للجزائر وهذيك الشرعيه الثوريه اللي تكلمنا عليها في البدايه هي حقيقه في هذاك الوقت كانت نورمال عادي جدا الناس وطنيين كانوا في الجبال وجاهدوا وضحوا حقيقه من حقهم باش يكون كاين مقابل وايضا كان كاين عملاء وكان كاين الطابور الخامس وكان كاين حركة كان لازم المجاهدين يبقاو باش يخرجوهم يعني ما يخليه ما يعني الحالة فارغة ولكن كان من المفروض مدة تاع خمسطاش سنة ولا عشر سنوات خلاص يبدا يدخل مفهوم الكفاءة في التسيير قال خلاص هاو جا جيل جديد ورانا قرينا ودرنا جامعات ودرنا مؤسسة تاع تكوين ونا الخارج تكون تعاود ترجع هذوك للاسف الشديد هذاك اللغه ولا الكلام تاع الشرعيه الثوريه مازال لحد الان درك تهضر مع واحد ولا يهضروا معاه الصحافه الحاجه الاولى انا ولد شاهد انا ولد مجاهد وما ديت شوفوا الناس يعني مواطن بسيط يشتكي من, من اي حاجه صغيره لازم فوت يسبقها انا ولد شاهد انا ولد مجاهد احنا كامل الجزائر كامل عندهم شاهد ولا مجاهد في, في العائلة نتاع اذا ما داش ساكن ولا اذا عنده مشكل باش يعالج الجودة لانه رام كاين مشاكل اقتصادية يلزم نحلوهم نشوفو نشوفو كيفاش نحلوهم واش المجال باش نتكلمو عليها ولكن خلاص الوقت انا نظن بلي خمسة وستين سنة وبدا من المفروض هذا الكلام قال شرعية ثورية باش نورمال هي شرعية ثورية إذا كان واحد حقيقة قال ثوري و... وإنسان نظيف ويتكلم عليها في إطارها التاريخي ونفخره بالتاريخ نتاعنا معليش ولكن باش تولي ريجيست كوميرس هذيك هي العيب كاين ناس دايرينها ريجيست كوميرس لأنه بزاف أشخاص ودركا راه التاريخ راه يبين لنا مدة عشر سنوات ولا خمسطاش سنة وهو انا وليد شهيد انا وليد مجاهد العائله نتاعي شهيده العائله نتاعي مجاهده ولكن مع الاخر يخرجوا له ملف التحفيزات عندها ما عندها لا اول لا اخر تما كندير ريجست جوست كوميرس برك هذه هي اللي رانا نتكلموا عليها وعليه يعني باش ما نطولوش العربة مع الفيديو تجي طويل هذه الفكره هذه من اهم الاسباب تاع الفساد في الجزائر انه كل واحد داير روحو باللي عنده حقوق اكثر من الناس وهو دار الخير في الجزائر وهو دار الخير يعني في البلاد هذه رغم انه الجزائر ما كان حتى واحد يعني اكبر منها منها ولا انت راك تخدم دي لا ولا بارك الله فيك اذا تخدم مليح وكذا ولكن هذه هي خبزه نتاعك تقدرت بهذه الطريقه هذا اكثر تساؤل ولا اكثر فكره شفتها بزاف منتشره في مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى بعض يعني الردود نتاع لانه زاد دار فيديو ولا زوج هذاك مستر ابي تكلم فيه نوعا ما بطريقه عاطفيه ولا يحب يلعب على المشاعر وانا اكثر حاجه ما سواء في مواطن ولا صحفي ولا مسؤول اذا حاب يتكلم بالعاطفه ولا يحب يلعب على العاطفه الناس ولا تاع الناس اللي تبعوه وكذا تلعبها كانك مظلوم بزاف هذه هي اللي حقيقه ما تعجبني وعليها حبيت يعني ندير هذا الرد كاين تعليقات واحده اخرى ايضا نوعا ما غابية وتبين لك بلي التفكير الجزائري عن شريحه كبيره من الجزائريين راهو واللي هو يقول لك علاش ما حضرتوش على فلان ولا ما حضرتوش على فلان ولا ما حضرتوش على فلان, فلان ويبدا يسمي لك يعطي لك اسماوات حاجه الاولى اذا الناس هذو غالطين وكانوا مثلا داو مناصب ما يستهلوهاش هذه ماهيش مبرر باش انا ندير فيديو ولا نسكت على حاجه مثلا كيما هذه ونقول لك لا لا عنده الحق لانه الناس واحد اخرين عندهم الحق لا لا قال ايه هذا ما عندوش الحق وحتى الناس واحد اخرين ما, ما, عندهمش الحق تقولي لا ما درتش عليهم فيديوهات انا ما رانيش نعس كامل وراني فاهم وراني عارف كامل وش راه في الجزائر لا لا انا ادخل القناه تلقى مئة فيديو في مش عارف سنوات ربع سنوات ولا تسمى يا ربي فيديو في العام أه نتكلم على القضايا الكبار القضايا اللي تثير الاهتمام من ذاك عن ناحيات عن ناحيات اجتماعية عنا خدمة عنا مشاكل لكذايا تقدر هذاك الوقت اللي حتى حاجة تتقال للسطح الناس كامل يتكلموا عليها الواحد لربما كان مشغول بصلاحه ولا بمرضه ولا بمشاكله ولا بحياته الاجتماعية ولا قرايته ولا كان يدير سبور هذا ما كان انا من ذاك كان غيب 15 يوم شهر وصل الوقت حتى 6 شهور ما درت حتى فيديو تما ماهيش منطقيه انه انت تحب تقول لي بلي فلان سكتوا عليه وفلان لا لا درتو لا لا انا كاين ناس حطوهم لي في التعليقات قالوا لي فلان وفلان وفلان, وفلان على هذا هد ما هدرتوش عليه انا والله ما نعرفهم قالوا لي على ما هضرتش على الناطق الرسمي تاع الفاف وما عندوش مستوى انا والله ما نعرفه ما نعرفوش كاع ما نعرفش اسمو ما سمحتش به لو كان هذاك الوقت مثلا الناس اثارت الجدل وصرادل هكذا وهضروا اسم وحطوا سي في نهضروا عليه ما مشكل عندي مشكله مع حتى واحد كل آه كان وصلت الغابة بعض الاشخاص حطوا لي فيديو واحد ولا زوج تحداد قال علاه ما هضرتوش عليه حداد حط لي فيديو نتاعو في الالفين آه عنده سبع سنوات حتى درك عنده ست سنوات ولا ملي دخل للحبس انا ثم كنت اصلا ما عنديش قناه عنديش القناه هذه بديت ننشر فيها عندي ثلاث سنوات ولا وما كنتش ننشر كنت ننشر فيديو في في ثلاثة شهور ولا في ربع شهور يعني وين ولينا ننشرو باستمرارية وذا يا ربي عندي واحد العام ونص ولا عامين هذا ما كان وعليه ماهيش ماهيش حجة زعما عند الناس هادو اللي قالك علاه ما درتوش على فلان وفلان وفلان القنوات تاع اليوتيوب كي تدخل كي تكثر تلقى واحد عنده 300 فيديو و 400 500 القنوات القدم يا ربي تلقى العدد شويه مرتفع وعليه ما تخيش بلي صناعه فيديو ولا باش دير فيديو وتحطه وتطلعو في, 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 اليوتيوب ومع المونتاج مع صوره المصغره مع كاين بزاف تعقيدات في القناه اللي ما عندوش ما يعرفهاش وكذا يا ربي كي تحط فيديو في اليومين ولا في الثلاثه راك مليح ماهيش هذه مجرد كتيبه في الفيسبوك ولا تكتب بسطر وتغلق وتروح الناس راه ما عندهم مصافحات في الفيسبوك يعني حاجه بسيطه باش تكتب وكاين يكتب خطره في اليوم ولا في اليومين يعني ولا يحط ثلاثه اربعه منشورات في النهار كيكتب وعلي هذه ماهيش حجه لكن معليش لربما الناس ما يعرفش هذه التعقيدات ولكن عيب باش انه واحد يجي انت تحب تدافع على واحد لربما يعجبك ولا صاحبك ولا وتقول علاش ما حضرتوش على فلان وهذا مشكل عميق في الجزائر في الجزائر نتايا تشوف فيها عيب اذا كنت مثلا قال نتا من وهران وصرا المشكل واحد من وهران اخر وانت تنتقدو ولا قال انا من تيزي واحد اخر تر مشكل من تيزي لازم انا من وانا من العاصمه لازم وليد العاصمه من وانا يا وليد الجلفه لازم وليد الجلفه ندعمو وكل واحد يلزم يدعم وليد ولايته والا راهو يكسر فيه ماشي بهذه الطريقه شفتهم انا بزاف ناس بداو يهضروا قال لك لا لا فلان علاش هضرتوا عليه لانه من بلاصه فلانيه لا لا فلان ماهوش من بلاصه فلانيه هاي عيب بهذا هذا الكلام كاين جهويه في بلادنا كاين بزاف مشاكل من هذا النوع ولكن كي تحب تدافع على واحد دافع عليه بالمنطق تاع الناس اللي رأيت تنتقد فيه الناس راي قالوا احنا ضد تعيين فلان لانه ما عندوش مستوى انت لازم تلقى لها مخرج من هذا من هذا ال... من هاد ال... الجانب قال لا لا هو عنده مستوى واثبت باللي عنده مستوى قال ما عندوش شهادات ولكن عنده مستوى واحد اخرى شوف واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه الخدمه اللي راهي يخدم فيها مؤهل لها باش يدير ولا تقدر تهدر بطريقه واحده اخرى ثاني تكون موضوعي قال ايه صح هذا السيد ما عندوش الحق باش يختم في هذا المنصب ولكن فلان وفلان 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 وفلان, وفلان اذا عندك قائمه حطها قال هذو كامل يلزم تنحوهم من المناصب نتاعهم ولا غير ندعمو كاطينا الاسماوات اذا حقيقه الناس بعد الفداحه مثلا قال واحد ما جامي ولا كانت عنده خبره واحد مثلا قال خاطي الدومين تماما وما عنده حتى شهاده وتعين في منصب مليح وكذا وانا عارفين بلي كان بزاف في الجزائر ولكن كان بعض الاشخاص لا غالب من ذاك الاسم نتاعو يطغى هذاك اللي طغى الناس تركز عليه هذا ما كان لانه رانا في وقت هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي دايره رانا مثلا نتكلموا على كش قضيه اي قضيه نتكلموا عليها سواء في الاقتصاد ولا في الرياضة ولا أغلب اليوتيوبر مثلا قال يتكلموا عليها كان واحد الفيديو نتاعو يشوفوه مليون وكان واحد يشوفوه خمسة آلاف زهار ما نعرف كيفاش تدعمك هادو مواقع التواصل الاجتماعي زهار يدعم لك المنشور تاعك يطلع كيف كيف هذه القضايا مثلا اللي تثار في المجتمعات هي زهار برك من ذاك واحد يتسيب له هكذا من عند ربي سبحانه يثير الجدل هذه من اهم المغالطات المنطقيه اللي شفتهم بزاف استعملوها تما فلان ما هدرتوش عليه هذا يلزم ما عليه هذه يا خوتي يعني الفكره نتاعنا لربما ربما لنا الفيديو جا طويل شويه وكذا ولكن من ذاك انا بعض التعليقات حقيقه دخل يعني نضطر باش ندير ردود كيما هذه انا ما نحبش باش ندير فيديو زوج وثلاثه واربعه على نفس القضيه يعني نحب ندير فيديو في موضوع يعني نقولوا شرايي ونفوت ولكن كاين بعض التعليقات واحد يجي يقولك لك حسدتوه بزاف واحد مش عارف انا عشرين 20 ولا تعليق قال لك واحد ثلاثين ولا 40 تعليق قال لك علاش ما تكلمتوش على فلان وفلان وفلان, وفلان وبداو يعطوني اسماوات وعليه هذا الكم الكبير من التعليقات بهذه الطريقه يعني ما نقدروش نتجاهلوها هذه هي يا اخوتي الفكره نتاعنا كل كالعادة كل انا تعليقات كيما شفتو حتى اللي انتقدوني وقالوا كلام وحسدتو هكذا ما سوبريميت ما سو لانه ما يديرونجيونيش سمعنا انا كي رديت باش عندي افكار نوصلها ماشي قال قلقوني ولا كل واحد نحترموه انا ليسونسيال واحد ما يسبش برك انتقد قال حسدتو غرتو الراي نتاعكم ما يصلحش غلط راك غلط هذه كامل من عندي يعني نشوفها عاديه جدا وعليه في التعليقات اعطونا الاراء نتاعكم سواء في القضيه في الفيديو اللي فات في الافكار اللي طرحناها اضافات تساؤلات لمواضيع اخرى هكذا كامل يعني معليش وكل عادة مع الاخر اشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديجا كومنتار وسلام عليكم